طيب الخبر اللي بعد كده، اليوم السابع الصفحة الأولى، وده يمكن من أهم أخبارنا، وده شغل لكل المصريين دلوقتي. مصر تحت تهديد حرب القرى والعائلات، و74 قتيلا ومصابا في اشتباكات بلطيم وسوق الثلاثاء. تمام. طبعا هي الاعداد مش 74 قتيلا عشان ما نركزش عليها قوي. قتيل دي عدد، هو في 3 قتلى في سوهاج، المعارك اللي حصلت في سوهاج، وفي 4 قتلى في بلطيم في امال ايه محافظه 74 كفر الشيخ، قتيلا ومصابا. اه قتيلا ومصابا عشان بس يعني، 74 ده ممكن رقم يخض شويه. طبعا 3 و4 دي ارقام بس تخض، هو والتداعيات ارقام تخض الوضع نفسه يخض، ان احنا حاسين طبعا، ان البلد دي بكل شويه بتبتدي فيها حرائق صغيره. واللي يعني يخض اكتر مين اللي ورا ده؟ هو في ايه اللي بيحصل لفجأة كده الناس كلها بتتخانق مع بعض ولا ايه؟ انفلات امني طبعا، واستعدادات مثيره بالنسبه للعائلات المتناحره مع بعض. بيعملوا خنادق دلوقتي في الصحراء، خنادق خنادق. خنادق، يعني وصلت لدرجه ان بيعملوا خنادق في الصحراء يستخبوا بقى. تبقى حرب بعد كده، حرب والله عصابات انا يعني يعني بعد انا كده. ده الخوف من يعني كده. نتمنى انه يتم بقى يعني فرض الامن، يعني رئنا نشف نقول افرضوا الامن، افرضوا الامن، لانه احنا كده يعني مش عارف اقول، انا مش عايز اقول حرب اهليه، انا يعني انا حتى مش قادر اقول الكلمه. هو بس انفلات امني، وربنا يستر في قبائل بقى الهواره وقبائل العرب، الخلافات القديمه يعني كانت هديت شويه، نتمنى فنتمنى انه انها فرض تخف. الامن وانه المواضيع دي تخلص، لانه كده كده مش هينفع خالص. احنا لسه داخلين على انتخابات، لو احنا داخلين على انتخابات والدنيا فيها كده هنعمل الانتخابات ازاي؟ لا، من الافضل ان هي تؤجل لو بالمنظر ده. نتمنى لغاية ما يعود الأمن، لأنه قلنا مرارا وتكرارا قبل الأمن مفيش أي حاجة في البلد. اليوم السابع الصفحة الأولى، حزب النور السلفي قال لو حكم الليبراليون والعلمانيون فسنجد أصنام بوذا في الشوارع. طيب ده يعني تصريح غريب جدا. تصريح متشدد من أحد المرشحين في أسيوط على ما أعتقد في مؤتمر انتخابي بالأمس. طبعا ده مش ممكن هيحصل. يعني أي عاقل ممكن، يعني تصريح متشدد زيادة. يعني في ممكن تقول إن احنا مش هنبقى دولة إسلامية، ماشي، ممكن تقول أي حاجة، لكن تماثيل بوظة في الشوارع. وبعدين هم بيعيبوا كمان، يعني من ضمن التصريحات اللي قريتها ان هم بيعيبوا ان المرشحين الاخرين للاحزاب الليبراليه ما بتحطش اي حاجه قرانيه في برامجها. طب ما ده طبيعي، ده طبيعي ان مفيش اي استخدام الشعارات الدينيه محظور، استخدام اي حاجه محظور. فانا انت بتلوم الليبراليين ان هم بيلتزموا بالقانون، ده التزام بالقانون، ده كده اي لا حاجه تانيه هو خارج عن حته القانون. كمان اصلا يعني ما اعتقدش ان الشعب المصري اصلا بمسلميه ومسيحيه ما فيش حد فيها يقبل ده ولا حاجه مستساغه. يعني احنا برضو عندنا اعراف بتحكمنا اصلا كثيرا بوزة دي ما تشوفهاش غير في حديقة حلوان، اللي في حديقة يعني اليابانية في حلوان. مش كده يعني. للاسف وكما احنا وقتنا خلص، لكن الخبرين اللي جايين مجرد هقراهم: قرايه، اسرائيل تدعو الى تحرك دولي ضد ايران، وخامنئي: طهران سترد بكل قوتها الازمه الاسرائيليه الايرانيه، يعني الهجوم اللي ابتدى يتزايد على طهران والمشروع النووي هناك، وان هم مصممين ما يقفوش. والخميني رد قال انه ايران هترد بكل قوتها. خامنئي، الخميني خامنئي، الخميني والشروق الصفحة الثالثة، غدا نشوف النهائية لمرشحي برلمان الثورة. أستاذ أحمد سامي متولي، الصحفي بالأهرام، نورتنا يا فندم، ونتمنى شكرا، نتقابل في ظروف أفضل. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، دي كانت فقرتنا، انتظرونا بعد الفاصل.